ساعات ما كل شيء نحب نترحموا على الشهداء بتاعنا الأبطال اللي اعطوا دمهم في دفعوا على الغاية الوطنية وعلى أمن وسلامة التوانسة. الانتقال النوعي لنهاية من نهار العيد والأربع وعشرين ساعة اللي قبل نهار العيد، واليوم زدنا مرحلة أخرى، يعني الأمور قاعدة تتطور بسرعة كبيرة برجة بيس. وفي الحالات هذه وقت اللي تولي سلامة التوانسة وسلامة التونسيين وسلامة الدولة تكون مهددة مباشرة، وقتها لازم إنه الأطراف السياسية كل الفاعلة في البلاد تتحمل المسؤولية التاريخية متاعها، تفهم شنو هي خطورة اللحظة اللي عايشينها اليوم. احنا اليوم عايشين في لحظة اللي تنجم تهزنا البرلمان كما تنجم تهزنا لا قدر الله المجهول. يعني لازم يكون فما وعي ووعي كبير بالخطر هذايا، وكل تحرك وكل ديكلاراسيون وكل مقال وكل كلمة تتقال راهي باش تحسب علينا غدوة. احنا كأطراف فاعلة اليوم في الحياة السياسية ولازمنا كلنا نكون واعيين بالمسؤولية هذه اللي عنا، وتصرفاتنا تكون تبقى المسؤولية هذه، والبارومتر الوحيد ديما يبقى مصلحة تونس وسلامة التوانسة وأمن التوانسة وعيشة التوانسة. الندوة الصحفية بتاع السيد الوزير الأول كنت في الحقيقة مخيبة الأمان، لأنه احنا كنا ننتظر مش يعود لنا الكلام اللي قالوا في التلفزة، كنا ننتظر أن يوضح الموقف هو نفسه. يعني مشكلة الغموض في الكلام اللي قالوا مشكلة موجودة وما تحلتش. اليوم وصلنا احنا موجودين في مأزق سياسي. الحاجة الأولانية نتاعو والسبب الانتلاف في المأزق هذا انه في فما مشكله نتاع ثقه، المشكله نتاع ثقه هذه لازم يتحل، وما ينجم يتحل الا اعلان النوايا بطريقه صريحه وبدون غموض. سي وليد، بخصوص الاحداث الارهابيه اللي عاشتها تونس، توا ثم برشا احزاب وثم برشا اطراف تحكي انه مثلا الحكومه الحاليه والنهضه بالاساس هي اللي وراء الاحداث الارهابيه هذه، هل معناها تشاطروهم انتم كافاق تونس في الشيء هذا ولا لا؟ شو معنى القفورة؟ معناها هذا أنا اليوم فما عنا القضاء وعنا مؤسسة تحقيقية تابعة للقضاء وعنا وزارة داخلية تخدم وعنا أمنيين يخدموا على رواحهم وربعينهم في اللي قاسيوا فيه في الشارع وفي إداراتهم. يعني هذه أمور احنا مانيش من الناس اللي تلقي الاتهامات هكاكا. أنا اليوم عندي حد شيء واضح قدامي صريح يقول اللي فما فلان قال فلان اقتل ولا فلان قال فلان اعمى. إذا ما يمنعش اللي فما مسؤولية سياسية. يعني المسؤولية السياسية هذه الأحداث اللي صارت في ظل الحكومة، مهما كانت الحكومة هذه شنية لونها وشنية نوعها ومنش متكونة، راهي مسؤولة لأنها تقلد المسؤولية لحماية البلاد من هذا النوع من العمليات ومن التهديدات. اليوم بطبيعة الحال المسؤول الأول على الحالة الأمنية في البلاد منيش أنا، لكن الحكومة. القرارات اللي اتخذت في حوار دار الضيافة، منها مثلا أقل حاجة حل رابطة حماية الثورة، أقل حاجة حل رابطة حماية الثورة. إذا اتفاق صار في دار الضيافة البارح وزارة الداخلية تعطيهم رخصة في شارع بورقيبة من 8:30 نهار. يعني إذا باش تفهم وما بيناتنا جاو 20 ولا 30 باعة هذيك الحكاية، فهمت؟ باش تفهم مشكلة الثقة منين جاية. يعني نقعدوا نحكيو نتفاهموا على موضوع ونسكروا ونقولوا سيدي باش نبداو نقدموا باش نبداو نتلاقوا بمشاكل التوانسه، خاطر هذا كله مازلنا ما تلاقيناش بمشاكل حقيقيه نتاع التوانسه، من غلاء المعيشه، من حشيك البلديه اللي مش قاعده مودي الواجب نتاعها. يعني لازم الثقه جايه من هنا، وهذا هو اليوم السبب الرئيسي في الناس كل جده في خروج
الحكومة الفشل وقلة الثقة. يعني كي انت تقرا لي رابور تاع فيتش ريتينغ ولا منظمه التقرير الترقيم السياسي، تقرا اللي اهم الاسباب اللي تخليهم ينقصوا في الترقيم تاع تونس مره واثنين وثلاثه واربعه هو عدم ثقتهم في كفاءه الناس الموجودين اليوم متقلدين مقاليد الحكم للخروج بتونس من الازمه الاقتصاديه. وهذه مكتوبة نجم ترجعوا لأي رابور بتاع فيتش ولا بتاع أي وكالة تلقاها موجود مكتوب هكا حرفيا. جديدة اللي باش تكون في وسط آفاق هي المخابر، يعني مع التنظيم الجهوي اللي قاعدين نخدموا عليه وقاعد تو تتركز الهيكل نتاعنا بشوية بشوية بعد ما عملنا المجلس الوطني تقريبا من شهر اللي هو خرج مكتب سياسي فيه تسعة أعضاء باش يكونوا هما سلطة القرار السياسي ما بين كل مجلس وطني. من بعد اتجهنا لإحياء الجهات واستعملنا يعني فما عنا حتى في طريقة التنظيم تختلف شوية عن اللي كانت قبل، يعني هذا كل واحد شيء من التجربة التنظيمية اللي عنا. لكن الحاجة اللي جاية جديدة هو المخابر السياسية والمخابر الاقتصادية والمخابر الاجتماعية، يعني هذوما باش يكون لهم دور انهم يخدموا في وسط الحزب بالطاقات اللي متوفرة في وسط الحزب بالكفاءات اللي موجودة اليوم في وسط الحزب. شو انها مخابر اللي هي مثلا مخبر العلاقات الخارجية، مخبر العلاقات الخارجية يلم فيه كفاءات اللي موجودة في الحزب في الموضوع هذا وتخرج باقتراحات تكون عملية وتكون قادرة تطبيقها، يعني في نطاق الرؤية الشاملة للحزب في تونس. لأن يعني في تونس كتتذكر في الانتخابات اللي فاتت ما خرجش برنامج انتخابي، خرج رؤية تونس كيفاش وين لازمنا نمشي وفي أنا اتجاه. يعني في إطار الرؤية هذه اليوم فما مواصلة للعمل هذا لكن بطريقة منظمة أكثر شوية. ناخذ الموضوع بالموضوع، شكون فما عمل كبير قاعد يقوموا به في الجهات ولهنا على المستوى المركزي المواضيع هذيا باش يكون فما اقتراحات عمليه وبرامج عمل واضحه باش وهذيا باش يكون حاجه من الحاجات اللي باش تضيفها افاق تونس للعائله الديمقراطيه. هو فما ناس هربوا كي دخلنا الجمهور، يعني فما برشا ناس ما كانوش موافقين على دخول افاق تونس في تجربة الجمهوري. لكن فما شكون تنرفز عليكم كي خرجتوا من الجمهوري باش تفرقوا الأصوات؟ هما تقريبا يتغشوا، ممكن ماهمش عارفين شنو اللي كان صاير في وسط الحزب الجمهوري، يعني هذوما اللي يتغشوا كلهم كانوا بعاد على السيتواسيون تاعنا الموضوع تاعنا. ما ننساوش حاجة، راه الحزب الجمهوري راه ما تبنيش وحده، معناها راه بنيناها احنا وتعبنا فيه وعدينا عام ونص يوميا واحد اجتماعات وتظاهرات واحد كل، ومن بعد باش خرجنا ما كانش قرار سهل، يعني كان قرار صعيب ياسر، يعني باش تاخذ هكا خدمت عام ونص الكل وتقول هكا باش نعاود نبدا، يعني ما كانش سهل. ونفهم ونتفاهموا اللي فما ناس تغش. سي وليد اليوم ما تشوفوش انه مثلا افاق تونس والاحزاب المعارضه بصفه عامه وكانه اختصرت الدور نتاعها والوجود نتاعها في الحياه السياسيه في تونس على انها تنظم تظاهرات ومظاهرات واحتجاجات وكهو من غير تقديم برامج، وكانه اصلا ما عندهاش معناها طموح صحيح وفعلي في انها في يوم ما تشد الحكم في البلاد. انا نجاوبك على افاق تونس، احنا شغلنا الشاغل تو نحكي لك هو الكونتنو، هو البرامج، هو نحكيو على مشاغل المواطن الصحيحه الحقيقيه. ثم برامج حاضره، ثم برامج تو افاق تونس ماهوش شيء من فراغ، يعني الشغل اللي خدمناه قبل الانتخابات اكتوبر 2011 كان برنامج خدموا عليه فوق 160 خبير كل واحد متخصص في المجال نتاعو، وهذاك موجود لا فيجن تو افاق. مجرد رؤيه هذيك، هذيك مجرد رؤيه ماهوش برنامج معناها قاعده. هذايا اش قاعد نحكي لك انا توا، الخدمه اللي قاعده تخدم اليوم وكل يوم فما اجتماعات، وكان نجيب وحدنا حتى للمقر نتاعنا
تشوف يوميا عندنا اجتماعات وعندنا دي كوميسيون، واحدة على النمط، واحدة على التجارة، واحدة على السياحة، واحدة على الأمن، واحدة على الإعلام، واحدة على يعني في على باش نحاولوا نغطي كل المجالات باش نثريو الخطاب السياسي والحوار السياسي، نثريو به ان نحاولوا نجيبوه للمواضيع هذه اللي نتخيلوها احنا المواضيع الأساسية والمهمة واللي تشغل بين المواطن. يعني هذه حاجة من الحاجات اللي نحسوها دورنا، هذا هو دورنا الرئيسي ودورنا الأساسي. يعني الحمد لله اليوم عندنا توازن سياسي، يعني بعد وجود نداء تونس تخلق هذا التوازن السياسي هذا. يعني حتى لا ريزون ديتر نتاع الحزب الجمهوري ما عادش موجودة. يعني فما حاجات ممكن تقبلهم من أجل الهدف هذا الوطني تحقيق التوازن، إذا كان التوازن مانيش أنا طرف فيه ومانيش أنا اللي قاعد نحقق فيه، يعني وقتها ترجع للمنطلق الأولاني نتاعك وتقرر المصلحة، المصلحة نتاعك كتوجه كمنظمين كمصلحة وطنية، زي مصلحة البلاد تكون فما أحزاب موجودة كيما حزب أفاق تونس. تشوف لي سونداج الكل كلهم مهما كان مش نجم نقولوا على السونداج وهذا معمول بالكدا وهذا مش معمول بطريقة علمية مهما تكون، لكن فما حاجة كونستانت، حاجة موجودة في لي سونداج الكل اللي جاو من برا واللي في تونس اللي تخلي معاش نجم تقول غلط، اللي فما 55% من التوانسة ما همش لاقين رواحهم في العرض اللي قدامهم في الساحة السياسية. نعتقدوا اللي فما في 55% هذوك ما همش يكونوا 50% كنوا أقل، لكن فما على الأقل مهما كان حتى لو كان 0.5% نجم نعاونوا بيهم الطبقة يعني العائلة الديمقراطية باش يكونوا فرحانين. فما حاجة فهمناها في تجربة الجمهورية اللي ما يكفيش التوحد من أجل هدف انتخابي ولا هدف قريب المدى باش نجم تصنع حزب. باش تصنع حزب لازم يكون فما نسبة على الأقل قليلة من التوحد على الأرضية الفكرية، وهذه ما كانتش موجودة الحقيقة. يعني كنا من زوز تيارات سياسية. أرضيتكم الفكرية شنية وأرضيتكم الفكرية؟ أنا حزب ليبرالي اجتماعي والحزب الجمهوري كانوا فيه عناصر، هو الحقيقة كانوا فيه عناصر، لأنه لازم نعرف شوية تاريخ الحركة السياسية في تونس. البي دي بي كان يلم تقريبا المعارضة كلها، يعني كانت من الأحزاب القليلة اللي كان عندها وجود قانوني وممتان كانوا معارضة حقيقية. يعني كانت تلقى فيه الإسلامي وتلقى فيه اليساري وتلقى فيه تروتسكي وتلقى فيه يعني الشيوعي، تلقى فيه التيارات الفكرية كل القومية يعني وذي. وعلى الحقيقة يعني قينا نفهم هما ممكن يتفاهموا على أرضية معينة، احنا قينا روحنا بعد شوية على الأرضية هذيك، هذيك علاش خرجنا. لكن هذا ما يمنعش أن البارح برك في الليل كنت قاعد مع تقريبا 5 أو 6 أعضاء من المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري بعد قاعدة طيبة. و معناها الجمهوري سون بلوز أ غوش كو فو